صباح الخير عمان، صباح الخير لهذا الحضور الأنثوي الطاغي اليوم مع بعض الحضور الذكوري لكن طبعا المميز. اليوم أنا سعيد أني عم حاور إنسانة مختلفة. أنا كنت عم بسعى من زمان أن ألتقيها تلفزيونيا، كتير حاولنا وترسلنا ولا مرة التقينا، وعرفنا بالأخير أنه في قربة بيناتنا. سيدي رولا غاني، أول شيء أنا بشكرك لأنك رضختي أنك تحكي باللغة العربية اليوم بعد ما استمعنا إلى كلمة ماشي دياء يلي سردت فيها واقع المرأة العربية وخصوصا المرأة أو الشابات بالعالم العربي يلي حجزوا لهم موقع معين بعالمنا وبالغرب. هالشي بيذكرني بكلمة أو بجملة أنت قلتيها: Women in Afghanistan today walk with a purpose. Purpose. الهدف. وقت بدأت حياتك شو كان أقصى طموحاتك وشو كان هدفك الأساسي؟ سؤالك ريكاردو إنه كبنت صبية شو كنت؟ كنت بنت رايقة، أصغر وحدة بين أولاد عمومتي. لما كنا نجتمع كعائلة يعني بتفرج عليهم، شوف شو عم بيعملوا شو ما عم بيعملوا، وما كتير بحكي معهم. أخوي الموجود هون اليوم هو أكبر مني بعدة سنين، بقى طفوليتي و طفوليتي وشبابتي كانت شباب وقت رواق ووقت ملاحظة. كتير كان طلع حوالي كيف الأشياء ترقبة، ولهيك بعدين صرت صحفية على سنتين ثلاثة مع الاي اف بي، وعند النهار مريت على النهار شي كم شهر. سيدي غاني، انت عشتي بطبعا جو كوزموبوليت، نعم. عشت بجو فرانكوفوني انجلوفوني، عشت ببيروت، نعم. المدينة اللي كانت هي طبعا مسرح لمختلف المعتقدات والتيارات، ناس من كل دول العالم تأتي. درست بجامعة منفتحة، سافرت لاحقا إلى فرنسا، ومن فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ثم عدت إلى بيروت. كل هذا طبعا شكل شخصيتك وجعل منك امرأة مغايرة. هل بتشوفي لو أنت ما عشتي يعني ما عشتي هذا الزمن، هل كنت ما أنت عليها اليوم؟ أكيد أنا نتيجة كل تجربتي، ورح تعرفوا سني، أنا صرت أكبر من 70 سنة. بقى تجربتي عديدة، ويلي بقدر بفتخر فيه إنه أنا لما كنت صغيرة كان بعدها لبنان وبعدها البلدان العربية بوقت ذهبي، وكان في إمكانيات كتير، وكنا عنا أمل إنه ما في شيء مثل ما بيقولوا بالإنجليزي the sky is the limit، يعني يلي بدنا إياه بنقدر نعمله. وبعدين سنة بعد سنة شفت بلدان العربية عم تتحطم وعم تتخرب، والناس عم تقوم مع بعضها، وجيران صاروا يحاربوا بعضهم، وشي هيدي شيء للأسف. أنا بتأسف من هيك، ويمكن الشغلة اللي عم جرب أعملها بالأفغانستان إنه جرب جيب كل النسوان، جرب جيبهم كلهم بفرد محل وقال لهم كلنا اخوه وخلينا نلاقي حل المشكلات. وهذا هو شغلي بافغانستان، ولهيك يمكن انا عم بنجح بمسيري بالافغانستان، لانه بقعد وبقعد مع النسوان بسمع لهم، بسمع شو عم بيقولوا مشكلاتهم، وبعدين خليهم هن يفكروا شو الحل، لأنه أنا كيف بدي أقول لهم شو الحل؟
أنا قاعدة بالقصر وقصر حلو وكل شيء، بس يعني أنا مش عارفة شو أحوالهم. بشجعهم إنه يفكروا، وشجعهم إنه يلاقوا حلول، وبشجعهم إنه بقول لهم هذا الباب فتحت لكم إياه، يلا أنتوا طلعوا، أنتوا شدوا. وكتير مبسوطة إنه بلاقي إنه كل سنة سنة على سنة في سيدات أفغانية عم تقدر تبرز وعم تقدر تأخذ مسؤوليتها. سيدي غني، تأتين دائما على ذكر الوالد والوالدة، وبتحكي لأي درجة زرعوا فيك قيمة الحرية، حرية المعتقد، حرية التعبير، وحرية التغيير أيضا. أنت اليوم عندك قدرة على التغيير، بالإضافة إلى الدور يلي لعبوه الأهل، دراستك كصحفية إلى أي درجة قربك من الواقع، من واقع الناس، من نبض الناس، خليك تتحسسي مشاكلهم وشجونهم؟ الصحافة شاهد، يعني سهم الصحافة بالجامعة بالمجتمع إنه يشهد عن يلي عم بيصير. بقى صحيح إنه التمرين الصحافة كتير فتح لي عيوني، وتعرفت على ناس كتير من of different kinds of society, different social status. مجتمعات مختلفة. ووصلت للحد إنه فهمت كل واحد إنسان، وكل إنسان فيه استعداد للخير فيه، وبكل إنسان فيه استعداد للشر. يعني ما في منا إنه ما عنا من اثنين، كلنا عنا إيه، والهنا نحنا يلي لازم نعمله نشوف كيف نقدم الخير وننسى الشر. وبفتكر إنه السيدات عندهم هالإمكانية أكتر، لأنه السيدات بحياتهم اليومية كتير بدهم يدققوا مع الأولاد، تربية الأولاد، إدارة البيوت، كيف بدهم كل شيء، كلها أشياء صغيرة صغيرة بس أشياء مهمة. هلأ الولد إذا ما تربى منيح كان عمره سنتين وثلاثة وأربعة، بعدين خلص راحت عليه، لأنه إذا ما تربى ما مش رح يقعد بالمدرسة، ورح يتشيطن ورح يعمل إشياء ومش رح يتعلم. ونحن لازم نتعلم، لازم الولد يكبر ولازم يكون يعرف إنه عنده مسؤوليات وكل شيء. لهيك بفتكر رحت بلشت بموضوع، صرت بموضوع آخر. نحن عم نواكبك بكل المواضيع، ما في مشكلة أبدا. ولادك كيف ربيتيون؟ ولادي خلقوا، كنا بأمريكا وقتها، كنا طلاب بأمريكا، وإجت أخبار إنه في انقلاب بأفغانستان وقالوا لنا ما ترجعوا. عندنا هن خلقوا بأمريكا وربيوا وكبروا هنيك، لأنه الظرف هيك كان هنيك، ربيتهم يكونوا يقدروا يقوموا بحالهم، إنه يكونوا مستعدين للشغل ومستعدين إنه يمارحوا شو ما كان بدهم يعملوا. I wanted them to stand on their own two feet. I wanted them to be independent, independent mind. أول شعار بنتي أخذته question authority. إنه سألوا عن الـ authority، كيف بتقولها بالعربي؟ السلطة. السلطة. ما تقبلوا كل شيء بالسلطة. أكيد لما صارت مراهقة أنا يلي أكلتها لأنه she was questioning me all the time. بس هلأ اتنينتهم استاذ جامعة، اتنينتهم حياتهم كاملة، و يعني صحيح إنه عم بمهاراتهم صارت كتير قوية. وتحكيت قبل شوي عن النساء او عن الفكره المطبوعه باذهاننا عن نساء افغانستان، انه النساء عايدين بيوتهم، عايشين ببيوتهم، ما بيعملوا شيء، ما بيشتغلوا، منهم ناشطات. هذا شيء طبيعي، لانه الاعلام طبعا ما ساهم او ساهم بتعزيز هذه الفكره، لانه ما ولا مره ضوى على نساء او على بلد افغانستان. انت اليوم اذا بدك تخلينا نحب هالبلد هذا،
شو بتقولي لنا عنه؟ لهيك عندي هالصور وراي، بدكم انه تشوفوا هالسيدات طبيعيين، بتشوفهم عم بيكتبوا وعم بيسيروا وعم بيناقشوا. البلد ككل بلد كتير حلو، كتير بيذكرني بلبنان، بلد جبال، بلد ناس من الجبل قوية بيكونوا، أنا بحب الناس القوية. كمان في عندهم مشاكل من ما في بكل البلاد، بس صريحين وحبوبين، يعني إذا بتحترمهم بيحترموك، مش أبدا متكبرين، بس إذا أذيتهم بشي يا ويلك مش رح ينسولك إياها. بقى كيف بدي أقول لكم، صريحين مش ضعاف، بيحبوا الحياة، أكيد مين ما بيحب الحياة. وصار لهم 40 سنة حرب ومنازعات، وعرفوا إنه هلأ عرفوا وصار بدهم الصلح، وكيف رح نعمل الصلح، هيدي صارت مشكلة، كيف رح تصير الصلح. بس بتشوفهم إنه عم بيناقشوا، وعنا وفي شيء عنا بالأفغانستان يلي قليل شوي بالبلدان العربية وبلدان المجاورة، إنه في عنا حرية الكلام، شو بتسميها؟ حرية الرأي. حرية الرأي، بس التعبير. كان في عنا في بالتلفزيون عنا كتير راوند تيبلز، ندوات. وبهالندوات في منهم بيجوا من الطلاب، بيجوا بيحكوا وبيحكوا باسم الطلاب، انه الطلاب يعني الطالبان، طالبان يعني جمع طالب بالداري، ايه طالبان جمع طالب بالداري، ما انا بسميهم طلاب بالعربي. ايه اجوا بيجوا بيحكوا بيقولوا لكم نحن لا ما بنقبل انه السيدات تكون بمنصب عالي، لأنه يعني ناقص العقل وناقص الدين، يعني شوي بعضهم شيء، بس في حرية التعبير. وبهيك بتلاقي إنه ناس بيعبروا بشدة وب كيف بدي أقول، بقناعة، يعني ناس they are proud of who they are, and because of that they should be respected. That's what I'm saying. فخورين بهويتهم، لذلك يجب ان يحترموا. التقيت بالرئيس الافغاني اشرف غاني في الجامعة الامريكية في بيروت. وطبعا قصص الحب، هذا الناس بتحب تسمعها وتكتشفها وتعرفها. هل ادركتي وتلتقيتي فيه انه معقول يتغير او يتغير مسار حياتك، انه معقول هذا من الايام توصلي وتكوني الى جانبه الى حيث انت اليوم؟ مثل ما سبق وقلت، وقت كنت شابه كان كل شيء ممكن، ما كان في شيء مش ممكن، يعني انه طيب كنا بالجامعه سوا وحبينا بعض، يعني انه خلص شيء طبيعي. نحن بدي أقول شيء، إنه أنا ما بحب أعمل تقلب، ما بحب إنه روح ضد القوانين يا ضد التقاليد. هيدي كان شيء من ناحيتي أنا، إنه هيدا الشاب لقيته هو الشخص يلي بدي كمل حياتي معه، وكان شعوري مزبوط، لأنه صلنا 45 سنة متزوجين وبعدنا منحب بعض. ما شاء الله. في خطاب الرئاسي، خطاب الافتتاح، قام الرئيس الأفغاني بعمل غير متوقع تماما بتوجيه رسالة شكر لإلك. ما هي إيجابيات وسلبيات العمل مع شريك حياته على المستوى المهني؟ إيجابيات إنه
هو ما قال إلا الحقيقة، يعني إنه مش إنه اخترع شيء وقاله، لا قال الحقيقة، بس الإيجابية كانت إنه من ناحية رمزية كان تأثير كتير كبير على المجتمع الأفغاني، لأنه مش بس ذكر اسمي بس كمان مدح شغلي وقال رح تشوفه رح تكون كتير رح تتصرف كتير مع بجيش داغاني اي دي بيس، كيف بتقولوا الاي دي بيس، الناس اللي نسحوا من بيوتهم وكل شيء، لانه من زمان وجاي انا كتير بحب الشغل الاجتماعي، بحب ساعد الناس، بقى ما انا ما كتير وقت ما هو عبر عن هالشعور كان قال لي راح اذكر اسمك، انا فكرت يمكن بيذكر اسمي انه انا موجوده هون شوفوني، بس التأثير كتير كبير على المجتمع الافغاني، لانه سيده بعد سيده تيجي تقول لي والله هاليوم لما الرئيس حكي هيك عنك تشجعت وقلت لزوجي انت امتين رح تحكي عني هيك، امتين رح تمدح كل شيء، امتين رح تتعرف بكل الاشياء اللي انا عم بعملها، وكثير بينبسطوا انا بكون انا حتى بس يعني قاعده بالكرسي حده، مش انه في ايامات كثير انا ما بحكي، لما اثنيناتنا بكون هنيك هو بيعمل الخطاب انا بقعد، لانه شو بدنا نكرر نضلنا الناس بتتجر، بس الستات بيقولوا لي يا شو حبيت وقت العيد لما باركتونا بالعيد انت كمان كنت هونيك قلتي هالكلمتين، يعني كتير مثل انه سمح للسيدات الأفغانية سمح لهم انه يكون عندهم محل بالمجتمع العام مش بس بالبيت. حضرتك حولت موقع السيدة الأولى إلى منصب ناشط أو نشط وفعال وأساسي بعد ما كان مهمش أو ما كان موجود من قبل، هل قرار هذا هل أخذتي مع زوجك أم أخذتي لحالك؟ إنه قعدنا وفكرنا وقلنا لا، بس هو تقول لك الصراحة يلي صار لما جينا على القصر، قصر كتير حلو، يعني إذا شي يوم بيصير في عملنا أمن بالأفغانستان لازم تجوا تشوفوا، لأنه البلاد كتير حلوة، قصر حلو، جنينات كبيرة، ويعني كامبوس كبير، في شي 40 تعمير عمارة، يعني إنه مش صغير كتير، بس أول جمعتين قعدت بالبيت، طيب قديش الواحد بيقدر يقرأ كتاب وبيقدر يشوف تلفزيون؟ ما الواحد بيتجر، خاصة أنا دايما نشيطة وفعالة، بقى قال لي زوجي طيب إذا بدك تفتحي مكتب افتحي مكتب في هالتعمير هونيك، روحي نقي الأوضة اللي بدك إياها، ورحت فتحت مكتب، فكرت يمكن شخصين كل يوم يجوا يقعدوا معي يشربوا شاي أو شو اسمه، تاري بالعكس الناس كانت منتظرة إنه يكون في ست بالقصر يقدروا يجوا يزوروها، بيقدروا يجوا يحكوا معها، يمكن بالأول كانوا بدهم يشوفوا مين هيدي، صحيح إنه زوجت صار لها زمان متجوزة أفغاني، بس شو ما كان يكون بعدها أجنبية، خلينا نشوف كيفية، بتعرف تحكي لغتنا، بتعرف تفهم علينا، فتحت بيوتي شفته في كم صور بالأول وين في ناس مجتمعين في هيدي الصالة الكبيرة، هلأ بعد شوي بأول شو اسمه، فتحت البيت وانبسطوا، لأنه أنا بحب أقعد وأحكي مع الناس، إنه صراحة مش إنه هيدي شغلي علي بالزور عم بعملها،
وصرنا نتفاهم ونحكي وصرت افهم شو مشاكلهم وهن يخبروني شو عم بيعملوا. مرات انا بنصحهم بس مش كتير، دايما بنصحهم انه يلا لاقوا حلكم. واللي في مرات كمان لما بيقولوا لي ما عندنا هيدا وما عندنا هيدا وما عندنا هيدا، بقول لهم طيب انا شو كل شيء انا عندي دكان رح اعطيكم اياه؟ لا انتم جربوا جيبوا لاقوا شو لازم تقدروا تعملوا تا انتم تقدروا بقوه your own power you can get to do things. بقى هون بالأول كان يجوا لي وفود كتير من كل قرنة أفغانستان، وطلع لي سيت إنه السيدة الأولى كتير لطيفة وبتحب تحكي وبتحب تسمع، وإذا بتقدر تساعد بتساعد. بقى من قبل القصر كان دايما مسكر، مش مين ما كان بيقدر يجي. هلا لانه دفتر لانه مكتبي بالقصر اكيد في معامله لازم يمروا فيها تيجوا يشوفوني. بس بيشوفوك بالاخير، بيشوفوني ويشوفوا القصر. قصر كتير حلو، قصر صار له 200 سنه. رح نزوره اكيد. ايه لازم. سيدي غاني، مثل ما سبق وذكرت انت تنقلتي وعشتي بين لبنان وفرنسا وامريكا وافغانستان، وكنت دائما تقولي او تسمي يعني you've always called those different places home. صدقا لبنان هل بعده بيحتل جزء مهم من حياتك؟ اكيد اكيد. لبنان بلدي، انا كبرت وربيت بلبنان، يعني متأسفة إنه مش عم بقدر أتكلم باللغة الفصحى معكم إنه تعبر أحسن عن شعوري. لبنان كلنا بنحكي هون لغة دارجة، ما في لغة عامية. بس you can say it in English, no problem. Home is where the heart is, and I have friends in Lebanon. I have family in Lebanon. I have friends in the States. I have family in the States. I have friends in France, I have family in France, and I have now a whole country, Afghanistan, and most of the people like me there. So I feel good there. نظرا انه عامل الوقت يمكن ما بدي انه يدهمنا، عندي بعض اسئله رح اطرحها بالانجليزي يمكن اسهل عليكي. Today in both your home country, Lebanon, and your new home country, yes, Afghanistan, a younger generation is coming of age and refusing to follow the narrative which has been mainstreamed and accepted by their elders. As a vocal youth advocate and opponent of lousy global engagement and intrusive foreign interventions, what would be your advice to those young change makers? First, I'll tell them it's totally natural to want change. Think, about 100 years ago, people would die at the age of 40, 50. You didn't have rulers that stayed till age 70, 80. So the change would happen normally. Hala, you have to wait. And as young people, you see that there are things you want differently. And it is a normal things because things are changing. And not only Lebanon has changed, but the whole Arab world has changed, the whole world has changed. And the same thing in Afghanistan. So for young people to want change, is nothing wrong with it. And I think I salute them for going in the streets and trying to say, we want things differently. There's always a good thing with change. Now, you want change, but you also need to bring change. So they're very good at wanting change, but what are they doing to bring change? Demonstration in the street is not enough. It brings attention, but then you have to prepare, you have to do, think through what you want, what is it, how do you want to do it? It requires a lot of critical sense. It requires a lot of work, hard work,
It also requires taking the responsibility. How many of these young people are ready to put aside their own lives and to work for their own country? That's the question I have. Because you don't have a leader, a good leader, unless this leader is decided to work for the country and not for his own pocket. So that's the question I want to ask the young people. And I'm sure that among them, there are some that are strong enough, ideal enough to understand that there is no change without sacrifice, there is no change without hard work, and there is no change without selflessness. Rulagani, what is your stance on this era when dialogue is crucial to move onwards or forward, yet almost impossible to reach because of polarized narratives that make difference look like a threat? Okay. First of all, I have to acknowledge that social media has become very important. And as we speak now, we are being Twittered, there is probably streaming, there is all sorts of things. This has made us forget the face-to-face human interaction. Human interaction cannot be replaced. I remember when we had, I worked at one point to volunteered at the World Bank to welcome the families of staff that came. Every year we had like 200, 300 families coming. The young ones that would come were very good at sending email and interacting by email. But if we put them in one room, and we want them, you know, they will sit, there would be a program, we explain things and all this. And we notice at the end of the program, each one goes by herself. So we decided we're going to give them, at the beginning of the session, we're going to give them an assignment. By the end of the session, yes, you're going to learn what everybody's saying, but we want you to make a date with another lady. You're going to go have coffee, or you're going to go and see a movie, or you're going to go shopping together, or something. Yani, we had to teach them how to be social, how to interact face to face. And I think this is something that is getting to be even more acute now. I have a grandmother who was telling me, my grandchildren came to see me, and I found out they were sitting in different rooms and they were WhatsApping each other. This is ridiculous. We need to get back to human contact, because with human contact, you hear about somebody, maybe you have an idea of this person, but you don't know her. You have to see the person to understand whether you like this person or not. And then this is where comes all the virtual media, the virtual stories, the virtual journalism, where they tell you stories that are not true. This is why I say, I hope one day you'll come to Afghanistan and you'll see how beautiful a country, how great the people of Afghanistan are. And then it's not what the media is saying, that they are at the Stone Age and that they are violent. And yes, there is some of that, but it's like in any other country. As a multicultural human being, yes, what is your perspective of this polarized era, this era we are living in? Following what I have been saying just before, because of the abundance of media, there is a lot of noise. We hear so much from all corners. My advice, multicultural or not, is decide what your goal is. Decide what your goal is. No goal can be done quickly. The goal takes time. Decide what your goal is. Be persistent and forget about the noise around. Forget about this country is doing this and that country is doing that and this guy said this and this guy said that and we're going to have a catastrophe and we're going to have another revolution. No, you have your goal.
You have been put on this earth for one goal. You find what this goal is and you go about doing it. And the rest will take care of itself. You take care of your own goal. I still have two questions. Mm-hmm. Afghanistan and the Arab world, especially mm-hmm. here, the Levant. Yes. We've been witnessing the crisis of refugees all over. Do you think refugees will remain as a concept in the future? Again, I'll go back to the history. 200 years ago, there were no borders. People who were not happy in a country moved to another country without having trouble. I mean, I remember with my brother, we came back by car from Paris to Beirut. We didn't have any problem. How was it? It was fantastic. I learned a lot. I was 16 at the time. I saw a lot of countries. I saw a lot of people. What we have now is that we have very rigid borders, and especially in the developed countries, we have very rigid countries that are so organized, and good for them they are organized, but they don't have space for anyone else. You know, you have a health problem, you are in one of these European countries, it's so difficult to find a doctor that will see you because you're not part of the health system. Once I needed just a blood test because I was taking a medicine, and the doctor had told me, you know, you need to have that blood test done, a very simple one, so make sure that the medicine is working. It took 3 weeks. I was in Denmark at the time. It took 3 weeks to find somebody to take blood and to do the test. It took 10 minutes. And I don't know how we did it, whether we did it under the table or over the table. So this is the problem of the migrants, is that they're going to places where there is no mechanism to absorb them. And they are having a lot of problems. And when I visit European countries, usually what I say, please, whatever you want to do, it's your privilege, it's your country, but please, treat them in a dignified way. These are human beings. These are our sisters. These are our brothers. These are our parents. We need them to be treated with dignity. So I don't know that I can solve the migrants' problem. All I know is that my husband and I, we're working very hard so Afghanistan becomes a prosperous country and that no Afghan will need to migrate anymore. You're very positive, yeah. And you always, in your answer, include the words kindness. Yeah. You talk about compassion, tolerance. In history, we've learned that evil always wins. Bad always wins on good. Today, with what's going on, today we're living an era of uncertainties, an era yeah. of fear. We fear the future. We don't know what's going to happen. Even our faith is somehow disturbed. Do you believe that good will win and the values you've always tried to diffuse will win over that? Not only I believe, I'm sure. I think, again, it's. I'm going to get back to the media, and I'm sorry if I'm bashing the media a lot. But we now are in the era of the Rupert Murdoch School of Journalism, which means it has to be sensational, it has to be horrifying to attract people's attention. That's not all. No, there are a lot of good people out there. As I said when I said in the beginning, there is good in each one of us, and there is bad in each one of us. And it's up to us to develop the good part in us and to kind of just put aside the bad one. There is a lot of goodwill in the world. I mean, I came to Afghanistan. I mean, we were living in the States for a while. And when we came back in 2001, 2002, the country was a chaos of violence, of incredible
lack of human interaction. It was really, you know, when you go through a war, you are on a survival mode, and so you don't know anymore what's good, what's right, what's wrong. So you have to relearn how to be interact with people in a nice way. Good manners is nothing but knowing how to interact with people in a nice way. We have to relearn, and I tell often my the people that come to see me that let's see how we can convince people and talk nicely. Of course, the older the people, the less it's easy to convince them. So I have a lot of hope in the young generation of Afghanistan. We're 70% under 20. So I hope that the young people will grow up to be positive, to be hopeful, and to want to rebuild their country. We're going to open the floor for questions. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد ملكاوي. أنا مستشار سياسي وأمني. بصراحة شكرا لك. الصورة النمطية لدينا في الأردن وفي الدول العربية والإسلامية بأنه أفغانستان هي دولة موبوءة بالإرهاب وما إلى ذلك، لكن أعطيتينا صورة مشرقة عن هذه الدولة. أنا سؤالي فقط لا غير كالتحديد، ما الذي فعلتيه هناك حتى نستفيد منه في الأردن وفي الدول العربية التي تعاني الآن من مشاكل تطرف ومن مشاكل إرهاب؟ نجحتي من خلال الصور والفيديو اللي أنا شاهدته، فشكرا لك ويعطيك العافية. تسلم. تسلم. رح أجيب الإنجليزية. A journalist asked me at the beginning of my mandate as first lady, what do you want to achieve in 5 years? And at the time it was a huge problem. And I said, listen, I don't think I can achieve much, but the one thing I really want to is for the women to be more respected. Because during the war, the women have lost their place in society. And I can tell you that women now are being more respected. We have like 15 that are deputy ministers, we have 3 ministers, we have 300 judges, we have, and I could go on and on and on, we have prosecutors, whatever. Because I came into a post-conflict country, مجتمع متمزق يعني ما بقى في مجتمع وبالأفغانستان العائلة كتير مهمة. What I tried to do is to help rebuild society. I tried to remind people. It was من حظي إنه أنا جوزت من 45 سنة. بقى تعرفت كنت أعرف أفغانستان من قبل. And the family life was very, very important, the extended family. And what I've tried is to revive this Afghan style of life and to say, what, ask your grandmothers, ask the people in your family, what did they used to do? How did they use? After all, Afghanistan is known as Balad Shura wal Jirga. And Shura wal Jirga, إنه الناس يقعدوا مع بعض وبيبحثوا موضوع واحد. وبيضلهم يبحثوا تيلاقوا حل كلهم بيوافقوا عليه. هيدي الأفغانستان الأصلية. فرجعتهم على أصلهم. Please, another question. اسمي رنا صباغ وأنا صحفية مثلك. وكتير عملتينا inspiration بالتجربة اللي حكيتينا عنها. أنا حابة أسألك شو النصيحة اللي بتعطيها لكل سيدات النساء أو سيدات الأوائل في مجتمعاتهم إن كانوا ملكات أو زوجات رؤساء وزارات، كمان لإلنا إحنا الستات اللي وصلت لمناصب رفيعة والستات العادية اللي بتحلم إنها بس تعيش وتشتغل وتلاقي حالها. One word in English, common sense. بالعربي بيقولوا المنطق السليم. كونوا منطقيين. شوفوا شو وضعكم، فهموا وضعكم. وشوفوا شو بتقدروا تغيروا بوضعكم. ما في لزوم إنه
تقولوا إنه هيدا فلان الفلاني قال هيك لازم نتبع شو we have to follow whatever he says or whatever she says. Your situation is exceptional, is unique. Do whatever you can in your situation. It might look very small for you. Like, for example, when I said, I want the women to be respected, it might have been a very small answer to a journalist. But 5 years later, when you see that the woman can now stand up and say what is in your mind, you see that it is a big achievement. But when I started, I did not think I was going on such a huge achievement. Know yourself, know your environment, know who is going to prevent you, who is going to help you, and proceed. رولا غاني، سبق وذكرتي أنه لك مزوجة 45 سنة. أنت غادرت لبنان بالعام 75 عشية الحرب اللبنانية. إذا بتغيري شغلة واحدة بحياتك بهال 50 سنة اللي مرقوا، شو بتغيري؟ ما بغير شيء، الحمد لله ما بغير شيء. شو أكتر شغلة أنت فخورة فيها؟ أكتر شغلة أنت فخورة فيها؟ إنه ضليتني ما تغيرت، يعني الناس اللي عرفوني لما كان عمري 17 و18 سنة لما بيشوفوني بيقولي ما تغيرتي، وهيدا أهم شيء. ريكاردو، هاي اسمي هبة لامبر كنعان. عندي سؤال يتعلق، أول شيء إحنا كتير محظوظين بوجود مثال رائع لامرأة في السلطة. سؤالي يتعلق بالسلطة ونفوذها وإغراءاتها. كيف استطعتي أن تقاومي إغراء السلطة من الانتفاع الشخصي؟ لإفادة العالم. القصة مش قصتي أنا. أنا شخص. قصة مش قصة شخص. قصة قصة بلد، قصة تطور، وما بتدخل بالسياسة. من الأول قلت للكل أنا سيدة الأولى لكل الأفغانيين. ما بتدخل بالسياسة، يعني إنه ما بعين ولا بشيل ولا بعمل، بيجي أنا موجودة تساعد بس. هالشي بيناقض العالم العربي، هالشي بيناقض العالم العربي، لأنه السيدات دائما زوجات الرؤساء والقادة دائما بيتدخلوا بكل شيء، بيعينوا بيشيلوا بيحطوا. أنا مثل إنه بيقدر الواحد يعملوا غير شيء، يعني I make a testament to you can do it otherwise and you can be successful. هذه دلالة إنه تعدد الثقافات اللي بتملكيها هي غيرت عندك هذه المنهجية المتبعة أو هذا التقليد الموروث عنا. الإنسان شو ما كان يكون، شو ما كان يكون لابس، شو ما كان يكون معمول، أنا دايماً لما بحكي مع جمع بحط بسموها شو الطرحة بالعربي هيدي، بحطها لأنه بدي إنه الناس تتعود إنه تشوف ست لابسة طرحة وبتقدر تحكي وبتقدر تجادل، هيدا مهم. بس برافو، شكرا. سيدة رولا غاني، طالما عم نحكي عن الإعلام وعم نحكي عن البرسبشن وعم نحكي عن الصورة اللي انعكست بالإعلام عن المرأة الأفغانية، لسوء الحظ أنا من الجيل يلي وعي في الحرب بأفغانستان ومنعرف النقاب أو الحجاب أو البركة الزرقاء يلي فرضت من قبل طالبان على الإمرأة الأفغانية يلي بتحط مثل فيلي شبكة على عينيها ما بيبين منها شيء. فجأة بلشت، وكمان منتذكر لما في تماثيل كتير مهمة مثل البيراميد موجودة بأفغانستان دمروها لأنه ما بتلتقي مع يمكن الاعتقادات الدينية اللي بتعتبر هيدي الأمور وثنية. من وقت ما وصلتوا إلى السلطة بلشت الأمور تاخد منحى آخر، ولكن براس العالم بعده مطبوع طالبان، أفغانستان بلد حرب، المرأة منا اخذ حقوقها. عم نشوف هلأ السيدة أنجأ حتى شال على رأسها، بوقت قبل كان النقاب مفروض من فوق لتحت. هيدا التحول النوعي بأي سرعة حصل؟ وهلأ الصورة
كيف لازم تعملوا كمان دوركم وان بجواب سريع لحتى هالصورة النمطية بذهن العالم أيضا تتغير، إنه الإمرأة الأفغانية أصبحت على ما رأيناه في هذه المشاهد وليس المرأة اللبسة البرقع من الأزرق من فوق لتحت. سؤال كتير مهم، وهون أهميت أنه أنا عشت بأفغانستان قبل الحرب وبعرف شو كان المجتمع من قبل. حماتي ما كانت تتوضب ولا شو تقولوا تحط الطرحة شيء، لما تروح على كانوا الناس يعني حسب شو اسمه بالمدائن السيدات كانت تلبس مثل ما أنتوا بتلبسوا. يعني لما بقول إنه رجعتهم على أصلهم ذكرتهم إنه الأشياء ما كانت هيك من الأول، لا من ناحية التقاليد الأفغانية ولا من ناحية التقاليد الإسلامية. بقى بتذكر إنه بهالوقت لما كنت بعدني شي واصلة بالأفغانستان شفت كان في نسوان يلبسوا نحنا بنسميه تشادري الأزرق وما شو اسمه، وبيجي بألوان مفترقة، بيجي ب يلو and green and all that. لأنه هلأ صار أزرق. كان في منهم هيك وكان في منهم كمان يحطوا هالشال الكبير شادر إيراني كي أز راسهم تا بس وجههم بينشاف. وسألت حماتي قلت لهم هيدا شو؟ الشادري جاي من الهندوستان من الهند، والإيراني جاي من إيران. يعني حتى من قبل ما أنا تجوزت هيدي ما كانت تقليد أفغانية. أنا بشجع كل مرأة بدها تفهم الإسلام إنه تقرأ القرآن الكريم، لأنه بالقرآن الكريم وشو كلتم بتعرفوا عربي، إذا أنا بالعربي المكسور بقدر أقرأ القرآن الكريم وبقدر أفهم شو فيه. في كتير آيات كريمة اللي بتنص إنه المرأة عندها حقوق إنه تعمل مثلاً، وبتقدر شو whatever she produces, whatever she gets from her work is hers, because يلي الآية بتقول إذا الرجل اشتغل وصار عنده عيد you say income is what مدخول وعنده مدخول، هيدا المدخول له. وكذلك إذا المرأة اشتغلت وصار عندها مدخول له. وقبل شوي بهالآية بيقولوا ما تحسدوا يلي عنده أكتر، وما بعرف إذا عمي لمح إنه إذا مثلاً المرأة ورثت أكتر فلوس أكتر من زوجها ما لازم تنحسدوا منها. يعني في إشياء في عندكم family planning كتير واضح بالقرآن الكريم إنه لازم يكون في 30 شهر بين ولد وولد. يعني ليش ما منطبقه؟ في عندكم اشياء كتير. في عندكم مثلا كمان إنه بالزواج الحق للبنت وللشاب إنه يقولوا لا أنا ما بدي اتزوج هالشخص، هذا موجود بالقرآن الكريم. يعني روح الكتاب المقدس وطبقوه، طلبوا تطبيقه. يعني إنه مش لأنه قالوا هيدي آية لازم تقولوا طيب خلاص، لا لازم تعرفوا دينكم شو هو. مثل صغير، صار في مقابلة بالدوحة، مقابلة وحدة فيها وفد أفغاني ما بينهم 9 نسوان. صار في وقت واحد من الطلاب قال بلش يحكي أي إسلامية. بين الوفد في منهم علماء رجال ونسوان، دغري
الطالب قال آية، إجوا بآية تانية بتناقض شوي، وإجوا بآية ثالثة ورابعة وخامسة، سكت الطالب. يعني في مجال للمجادلة، ولازم الواحد ما بيقدر يجادل إلا تيعرف الموضوع مزبوط، الموضوع مزبوط. بقول الضاد زاد مثل ما بيقولوا بأفغانستان. anyway. رائع. أنا أفغانستان اكتشفتها من خلال كتب روايات خالد حسيني، هي اللي أصبح من أهم أنا روائيين بالنسبة لي. كنت كل ما أركض صباحاً على الكورنيش من سنتين وقت الجامعة الأمريكية في بيروت احتفلت بالعيد 175، كنت شوف صورة الرئيس الأفغاني وكنت شوف صورتك أنت محطوطة على الكورنيش. هني حطوا صور الطلاب الأكثر تميزاً، وكنت أقول هي لبنانية وهو متزوج لبنانية. اليوم جلسنا معك، تعرفنا عليك، بعتقد كل واحد منا صرت جزء منه من حياته بقى. تسلم. شكرا لك وساعدنا كثير بهاللقاء. تسلم. شكرا للسيدة الأولى رولا غاني على هذا الحديث الشيق.